شيخنا من قبل زف التباشير وصب العطر فحوى الشعر والعبارات يزاحم الطفل الرجل بالطوابير مستصغر لشوفك طوال المسافات قبل الشروق ليضحى وبعد العصير من ساحل عمان الفخر للغويفات وجيههم فيها كثير التعابير نشوة رضا صدق الدعاء ابتسامات ما هي غريبة وانت من زايد الخير ورثت حب الناس جرعة وجرعات والعز اللي فاق كل المعايير له في جبين الأرض بصمة ورايات ولا في شبر بالقاع ما ذاق تأثير يا لين صار من العطا به مساحات ويا شيخنا لو إنها تنطق الطير تدعي لكم مرة ومرة ومرات كتبتها ماهيب لجل الجماهير ولاهيب لعيون الصحف والمجلات وقولها والحال يا فخرنا بخير من كفك البيضة ورب السماوات واسمح لشاعر ينحني زود تقدير واسمح لشاعر ينحني زود تقدير ويعايد الزيزوم نوماس الأبيات كل عام وانت بخير يا منبع الخير وكل عام وانت عيد شعب الإمارات. في هذه الفرصة والمناسبة الطيبة أحب أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة وإلى إخوانه حكام الإمارات المخلصين وولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات.